بعد أن غمرت مياه الفيضانات منازلهم وحولتها إلى بيوت عائمة، حمل المتضررون التشاديون ما استطاعوا من أمتعتهم ليبدأوا رحلة البحث عن أماكن جافة ليضعوا عليها ما لم تجرفه سيول الأمطار. الرئيس التشادي محمد ديبي إتنو قال إنه سيتم فرض حالة طوارئ لاحتواء وإدارة حالة الكارثة الطبيعية بشكل أفضل، محذرا من خطر حدوث فيضان معمم إذا ظل ارتفاع مستوى المياه ثابتا خلال الأسبوع. كما أضاف في خطاب عبر التلفزيون أن هذه الفيضانات التي اجتاحت مناطق في جنوب البلاد ووسطها ونجمت عن هطول أمطار غزيرة تضرر منها أكثر من 1 مليون شخص، مشيرا إلى أن المياه أتت على أكثر من 465 ألف هكتار من الحقول و19 ألف رأس ماشية. الرئيس التشادي أوضح أن أكثر المناطق عرضة للخطر هي مدينة جامينا ومحيطها، معتبرا الوضع في العاصمة مقلقا أكثر فأكثر. ووفقا لتقرير مؤقت أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوشا في تشاد، فإن أكثر من 1 مليون شخص تضرروا من جراء هذه الفيضانات حتى 13 أكتوبر.